نيكست. رجعنا من جديد في زون ميكس، اكيد كما قلت تحديثنا اليوم على مقابله سوبر كوب بين ليسبيرونس والسي اس اس، مقابله نهائي كاس الممتازه تبدا 5:30 ان شاء الله. وبلاتو خاص بالمقابله يحضر معنا اليوم اللاعب السابق الترجي سيفان المحجوب. اهلا بك سيف. مرحبا سلام ومرحبا بمستمعين الكل. صح حوالك، شنو الامور؟ الحمد لله. الحمد لله. ايضا المحلل الفني سي المنجي بن ابراهيم ولد الدار. سي المنجي شنو حوالك؟ مرحبا بارك الله فيك، شكرا ومرحبا بالضيوف، وان شاء الله تتعدى حصه في فورما نجم كي الحمد لله كالعاده ديما. ان شاء الله نعطيو الاضافه، لان اليوم الرياضة أبزوان دو ناس اللي يفيدوا الرياضة مش يستفيدوا من الرياضة. أيضا يحضر معنا اليوم مراسلنا في صفاقس فاضل أبو جناح، جاي خصيصا لمتابعة مقابلة سوبر كوب. فاضل شنو حوالك؟ مرحبا إسلام، مرحبا سيف، مرحبا سيمونجي، ومرحبا بالسادة المستمعين. متعودين بك صوتك اليوم صوت والصوت. اليوم أول مرة لايف في الراديو. مرحبا بك فاضل. دونك خلينا نبداو نحكيو على المقابلة، ناخذوا كلمة كلمة مع ضيوفنا بعد ما ندخلوا اكثر في التفاصيل. سيف، كيفاش تشوف الماتش اليوم الاسبيرانس، خاصه يجي سوبر ثاني في ظرف اسبوع بعد هزيمه اولى، كيفاش تشوف اليوم الماتش؟ اكيد معنا ماتش كبير، ماتش زوز جمعيه كبار دوبي سيزون بيان سور، ما نساوش معناها مازالت العباد في البريباراسيون، مازالت الملاعبيه مازالت مش عندها كما نقولوا معناها ليتا فيزيك مازال مش 100%، مي كوميم ماتش كبير، ماتش تستناه برشا برشا عباد تتفرج فيه. بالنسبه للاسبيرانس سي فري ما بعد ديسيبسيون الاولى اللي صارت كنت كونتر مستير، غير لي نصور اللاعبيه تاع الاسبيرانس حاطين في مخهم اللي كونوا التيتر هذا معناها ما لازموش يخسروا دو تيتر في الجمعه، بريسيون كبيره على الترجي التونسي. انا تصفيقسي مازال معناها مازال حتى تحذيرات معناها ما نصورش كبيره، بس عم تحذيرات كبيره لكن خاطر مازالت الموسم مازال ما بداش والوقت معناها مازال عندنا على بريسك شهر ولا قداش على الشامبيونات، معناها ماتش دو بريباراسيون بالنسبه للجمعيتين الزوز، مي راهو تيتر ديما نقولوا تيتر اسلام، معناها لازم يعطي 100% ميم حتى كي تقول لي انت بريباراسيون كما قلت انا من الاول، مي قديمه تيتر. سي المنشي، الشيء اللي نستغرب به في زوز فرق فريمون من طراز عالي هو البريباراسيون وقتاش بدات. كي تشوف انت الترجي الرياضي التونسي يوم 5 بدا راضي جعايدي معناها أول حصة نتاعو، سوليناس بدا يوم 15 أوت، دونك بريباراسيون هذيا افيك لي سوبر كوب، وتشوف ليكيبات الآخرين اللي معناها كيفاش حضروا أرواحهم قبل فترة كبيرة، معناها المدرب الأول ما كانش موجودين في الفرق الزوز. حاجة أخرى اللي النادي الصفاقسي هذه الثالث سوبر كوب، لأن بعد 1985 خسرت بضربة الجزاء ضد أولمبي البيجي كانت تتفكر. لا ماهيش مولود وقتها مش نتفكر. والسنة تتفكر على ليستوار، والسنة الفارطة مع ضد الترجي الرياضي التونسي معناها بركة لا تترشيح. زاد نفس الشيء هو ديما يقولوا راهو جامي 203 على الواحد، لكن ينجموا يقولوا الكلمة الأخرى دو سي ترو، ترو سي اسي، دونك تنجم اليوم الحاجه اللي ممكن افونتاجي بارابور على التغييرات اللي صارت في الترجي وفي النادي الصفاقسي، الفريق اللي باش يكون جاهز اليوم بدنيا وفنيا هو اللي يكون عنده ان افونتاج حتى بسيكولوجيك او نيفو دو ديبي دو ماتش، لان شفنا احنا توا برشا فرق كما تشوف الترجي الرياضي التونسي اليوم من يعمل في الانتدابات في الترجي الرياضي التونسي اليوم، من انا نقول يلزم الترجي الرياضي التونسي اليوم، جماهير الترجي الرياضي التونسي يلزمها تصبر على فريقها، لان باش يتعدى بظروف صعبه وصعبه جدا. اليوم النادي الصفاقسي غادروهم لاعبيه من طراز عالي، لكن اللاعبيه هذوما اللي غادروا النادي الصفاقسي بظروف، لان ثم الامكانيات ماهيش موجوده وغادروا، ثم بريسك 10 جورات من كل فريق. اليوم نقطه استفهام اليوم انتدابات ملاعبيه جيل الترجي الرياضي التونسي والتخلي على طه ياسين الخنيسي نحبوا ولا نكره. ثاني حاجة اللي المردود نتاع الملاعبية هذية كيفاش تصير الانتداب نتاعهم، سي بور سا كو اليوم الفرق نتاعنا مش على خاطر سيف ولا كمال زعيم، كمال هادي زعيم حقا تحية ليه كمال، تحية لخويا كمال. بون كمال كان بحثنا الجمعة اللي فاتت خذيت حد من قبلين، تصور سيف باش ياخذ بلاصة أخرى إن شاء الله. وجهه مبروك، أنا المشكلة وجهه مبروك، وجهنا مبروك، لأن احنا قلنا استغربت أنا التخلي على كمال زعيم بعد النتائج اللي عملها في اتحاد بن قردان،
الكلام في ليلتها الحمد لله ربي خذا الفريق. لكن اليوم مش كسوا سيف ولا تشوف الاخلاق في الملعب واخلاق خارج الملعب، هذوما الناس اللي نجموا نستفيدوا منهم. لان اليوم راهو اذا كان اليوم المشكله الكبيره مع رؤساء الجمعيه، مع كامل احتراماتي لهم والتحيه نتاعهم، تحيه لهم، لكن اليوم قاعدين يحطوا في ناس مش على الكفاءات نتاعهم، يحطوا فيهم باش كل كلمه تتقال سي بارول ديفانجيل، معناها كلمه مقدسه. اذا كان تحط الناس اللي عندها الكفاءات راه باش تخدم جمعيتك لمصلحه الجمعيه. مي مهم برشا، لان اليوم راه اولادنا اللي كانت يعمل كارير، شوف في اوروبا، شوف في اوروبا مش حاجه كبيره برشا. شفت يونج بويز اللي ربحت ريال مانشستر يونايتد، بارك الله فيك مانشستر يونايتد الجمعه اللي فاتت، انا نوريك دي فيديو. احنا ليكيب نتاعي 1985 اونيتي دي فوا بلو فور كو سيت ايكيب، لان اليوم تحط الشخص المناسب لمكان المناسب. اليوم هل يعقل، هل يعقل كسوا الترجي ولا الفرق الاخرى، وشفنا النادي الافريقي شنو هو الظروف اللي تعدى بها، هل يعقل اليوم تندب لاعب ما عندوش مستوى باش يلعب في فريق اسمه ترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي؟ والكوره راهي تغيرت من عام 2015 وقت اللي سليم الرياحي بعد التيتر المستحق نتاع النادي الافريقي قال ما عادش يهزوا معانا حتى شيء. الانتدابات انا شويه باهي فاضل. كيفاش تشوف اليوم ماتش فاضل؟ بون سيف تحدث قال ماتش ديبي سيزون، والماتش ديبي سيزون سي نورمال باش يبدا صعيب، معناها زوز ايكيبات ماهو ساهل. الترجي بون سبق انه لعب الفينال الاول كونتر المستير، لكن زاد كما قال ثم بريسيون على الترجي انها ما لازمهاش معناها تراتي دوزيام فينال سكسيسيف هذيا، لكن زاد ثم بريسيون اخرى على النادي الرياضي الصفاقسي اللي هو اخر سوبر كوب عملناه لعب ضد الترجي الرياضي التونسي، كان خسر السوبر كوب. هو سي اس اس عملها ما هزت سوبر كوب، ما هزتش قبل السوبر كوب، كانت يمكن عملناه اذا كان اللاعب الشاب عبد الله العمري كان سجل الضربه معناها الترشيحيه الاخيره كان التيتر وقتها يكون في صفاقس، لكن تقلبت الايه بعد تالي التيتر مشى للترجي الرياضي. دونك كيما قلت لك البريسيون باش تكون على زوز ايكيبات، خاصه وانه ماتش ديبي سيزون معناها توا اللي معناها اللاعبيه ما توصلش 100% الفريشور فيزيك نتاعها، نتخيل معناها 50-50 باش يدخلوا لزوز ماتشوات، لكن اللي باش معناها اللي يمكن العام اللي باش يكون حاسم في المباراه هذه هو كيما نقولوا لي بتي ديتاي كي فون لا ديفيرونس، معناها يمكن جزئيات صغيره معناها في الماتش هذايا باش تظهر معناها في الاخر شكون الشامبيون تاع السوبر كوب. النادي الرياضي الصفاقسي تعدى بيريود ترانزيتوار كيف وكيف الترجي، ثم برشا ملاعبيه كما قال سيمون جي غادرو النادي الرياضي الصفاقسي، سوكاري دو عزمي غوما معناها محمد علي منصر محمد علي جويني العديد تقريبا نفس الكاز، وجمعيات برشا خرجوا برشا جاو وزوج ملاعبين جدد، 12 ملاعب خرج من النادي الرياضي الصفاقسي، ثم ملاعبيه جدد انتدبهم النادي الرياضي الصفاقسي، ثم اللي باش يكون اليوم موجود معناها في التشكيله جديد معناها كما نقولوا مثلا العراقي الحسين علي، ثم ملاعبين نجموا يكونوا على البنك كيما زوز جزائريين مليك رياح ولا هشام النقاش. دونك كيما قلت لك المحمد علي محمد امين الحمروني اليوم باش يكون تيتيلار بور ان بريمير في مباراه رسميه مع النادي الرياضي الصفاقسي، هو ولد النادي الرياضي الصفاقسي، عدى سيزون كبيره مع بنقردان عملناه سيزون باهيه مع بنقردان، وتقريبا معناها الماتشوات الكل لعبهم في البطوله الوطنيه كان بازياء غير ازياء النادي الرياضي الصفاقسي كسوا مع قروان مع بنقردان معناها ريزوتري. دونك كيما قلت لك الزوز في رقة عداو بيريود ترانزيتوار، اليوم انا نتخيل شخصيا اذا كان معناها ثم عامل باش يحسم المباراه هذه لا قوه الترجي ولا قوه النادي الرياضي الصفاقسي هو لي ديتاي، يمكن ديتاي صغيره باش تكون معناها هي الفاصله في المباراه هذه. باهي خلينا نحاول نركزوا في حديثنا في الجزء الاول على الترجي، الجزء الثاني ان شاء الله نحكيو اكثر على السي اس اس. سيف الماتش اللي فات اول حابين نستنى برشا نشوفوا ترجي فيرسيون رافي الجعايدي، ما مشاتش برشا الامور ظهر الماتش اللي فات، شنو كيف شفتوا؟ خلينا ناخذ رايك في الماتش اللي فات وشنو لازم يصلح بارابور الماتش اللي فات واليوم راضي جعايدي. اكيد كما المكشخين الكل ظهر لي بعد قدوم راضي جعايدي الناس الكل تنتظر ومازال ننتظر الحق، معناها ماهوش هو جاب عصا سحريه ديريكت باش يجي يبدل لعبة الترجي ولا باش يجي يعمل ليكيب كبيره ديريكت مش شهر الاولاني، سي فغي اي انترنور لازم تعطيه الوقت لكن زاد تعطيه الملاعبيه زاد هذيك المشكل في الميكرو سايف. اي المشكل الكبير هو اللي برشا ملاعبيه معناها كنا انتدبناهم وكنا ثم جمعنا ثم لاعبيه زاد مشاو، لكن نتذكر طرح مستير معناها كي تشوف معناها اللي ليطا اللي كان فيها الملاعبيه فيزيكمون كانوا تعطيت معناها بفاسون تعبوا برشا في الماتش هذاك سورتو معناها حبوا يرجعوا في السكور، لكن هذيك هي الكوره معناها ماتش تنجم تخسر هذا مش نهايه العالم باش ترجي تخسر ماتش هذاك، لكن تو ديما نحكيو ديما على جديد تو على الماتش اليوم اللي هو ماتش صعيب ماتش كونتر ليكيب كبيره، ما نساوش السي اس اس معناها
ديما تقعد ديك الجمعيه الكبيره اللي تحب تكور اللي تحب تفرج ميم حتى اللي نونترور نتاعها جديد والملاعبيه جديد لكن عندها الطومبون نتاعها نتاع ملاعبيه يحب يكور وشفنا عاملين السوبر كوك يتعدى معناها ماتش مزيان لكن رادي جعايدي هنا قاعد يخدم في خدمه كبيره لا ربي يرود لا شيء معناها انسان بروفيسيونيل انسان خدم برشا في 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 في, في انجلترا عنده شهيد اللي لازم لكن نعطيه شويه وقت نعطيهم لاعبيه زاد سلام الحق معناها كنا نحكي حتى على الانتدابات من المسؤول وشكون المسؤول هذيك باه تو بعد نشوفوا احنا شكون المسؤول لكن نعطيني الكاليتي تاع الملاعبيه اللي تجي هكا ولا مش في قيمه الاجل اللي جاي وصيف لا لا احنا مازلنا ما نجموش نحكموا تو اكيد ما نجموش نحكموا على ملاعبيه مازالوا عندهم ماتش ولا اثنين في ساقيهم لكن اللي موجودين تو ان شاء الله ما يكونوش كما صار لنا مع انتدابات اخرين اللي كلمنا وفي البلاتوات وفي الراديو قلنا راهم لاعبيه ضمة مش شعتيو للترجي التونسي راهو مش شعتيو نتصور ثم برشا ملاعبيه عملناو اللي خذاو حظهم اكثر من اللازم اللي كنا نجمو نطلعوا بهم لاعبي ولا اثنين ولا ثلاثه من اللي جان سنه ظهر لي راضي شفناه معناها حتى في الافكتيف نتاعو بارابور عملناو برشا ملاعبيه صغار برشا ملاعبيه صغار كي تشوف ما بين 18 وال 22 وال 23 عن افكتيف باهي نتاع صغيرات يعمل عليهم لكن الترجي التونسي ما تصبرش وجمهور الترجي التونسي ما يصبرش والترجي التونسي كي تخسر لك دوزيام تيتر راهو مشكله كبيره هذه قلتها سي سور كما قال خيال الكره راهي بريسيون كبيره على الترجي التونسي اكثر لكن الترجي التونسي لازم يعرف شنو يعمل سورتو ماتش اليوم خاطر بالرسمي ماتش اليوم صعيب ولازم يتربح معناها صحيح كل واحد 50-50 نحكي كترجي مع كمحب للترجي لازم ماتش اليوم لازم يكون معناها كونسنتري 100% لي جوار كل الشيما تكتيك بدنا نحكيو بدنا نحكيو في الديتاي من بعد راضي ماتش ثاني بزارو هو معناها نشوفوا زهر معناها عنده دو تيتر في جمعه في جمعه ولا في جمعتين تلعبوا المينيموم يلزم يربح منهم واحد. سي المونجي حكيت شويه قبلك على الانتدابات مركز قلب الهجوم مثلا الماتش اللي فات شفنا ايولا برشا حكى الملاعب هذا مش في المركز نتاعو على العب ترجي عنده نقص في المركز هذا ينجم ياثر اليوم. سي ايولا إن با لا دو تو مش ايولا إلي لا والله نستغرب انا كيما بسيط كان بسيط. نستغرب عليهش خاطر نفس الأغلاط السنة الفارتة وأنا قلتها في قناة قلت 96% بالانتدابات الترجي باش يكونوا فياسكو وكانوا 98% فياسكو والمشكلة الكبيرة كما قال خويا سيف راهو راضي جعادي ما عندوش فريق أما إذا كان اليوم نلعبوا الوليدات الصغار متاعنا باش نغطيوا النقائص متاع الترجي هذه مشكلة كبيرة بار كونتر لأن اليوم جيب ملاعبية ويلزمهم هما يعطيو ما يمكن يعطيو الفلوس للجماهير الترجي باش يجي يتفرج فيهم كو بلوتو كو الترجي تنتدب ملاعبيه كيف هذوما هذه هي المشكله الكبيره المشكله الاخرى سي كو كون تو في دي ريكروتمون عم ناول ان فياسكو وتزيد تعاود لو ميم فياسكو خاطر ما عندكش ان كوميتي دو ريكروتمون انا مانيش طالب منك باش تحبني ما تحبنيش نخدموا نفس الطريقه لمصلحة الجمعية وهذه هي مشكلة الترجي الراضي التونسي توا من يقرر بانتدابات الملاعبية إذا خاطر الملاعب يراه مهوش أنا نشوف اليوم قاعدين نحكيه في حكايات غالطة على طول الخط علاش لأن تشوف اليوم ترافاي سبيسيفيك افيك لي زاتاكون أنا اتاكون تحكي على ترافاي سبيسيفيك أنا هو إذا كان اليوم تنتدب ملاعبي مهوش افون سونتر تيب نسيم بن خليفة لا موندر دي شوز تسأل منجي بن إبراهيم نقول لك على نسيم بن خليفة لأن نسيم بن خليفة في 9 سنين حكم أنت لعبت في سويسرا وعندك فكرة كبيرة طبعا ملاعب ممتاز ما ماهوش أفان سانتر ماهوش رأس حربة حتى بعد الثقة مشيت دونك هم يلوجوا على رأس حربة الترجي قال لهم أنا رأس حربة يهديك ربي في تنجم تشوف اليوم بالانترنت ما عادش تنجم تخبي حد شيء اليوم باليوتيوب تو سكو تو فو اليوم كي تشوف ملاعبي شنو هو نقطة القوة نتاع سيف هو موجود بحذانا هنا الاستقرار دون تو لي دومين في حياته الخاصة في البريباراسيون بيرسونيل اليوم كان تعمل مشكلة أنت شخصية تعملها بالبروبليم دو فيستير سي تري غراف بور ليسبيرونس سبورتيف دو تونس اليوم اليوم ليسبيرونس سبورتيف دو تونس كانت اون ايكيب ان جروب اليوم محمد علي بن رمضان اي لي زوتر هذا الاشكال الكبير محمد علي بن رمضان لاول مره باش نقولها بوه قابلته وقت وفاء الكونترا وشفت السالير اللي ياخذ فيه شيء بكي بارابور على الجوار اللي بحذاه كوليبالي وغيره اوكي دونك اوتوماتيكمون
الكلمة الوحيدة وبوه نجم بيفو كونفيرمي سا، قلت له بعد عليك الناس اللي توا جايين من تالي وينهم وقت اللي محمد علي برمضان باس بار دي مومون ديفيسيل والترجي باش تربح الملاعبي هذايا. وعاود وقع دارو بيه في فرنسا ومنه ومنه وعاود وقع وجاتو اوفر اكسبسيونيل ب 5 مليون دورو توا، وهو ما حبش يغادر الترجي الرياضي التونسي اللي انا شاف اللي الترجي الرياضي التونسي سي حمدي المد عمل معاه انجاز. انت اليوم كي تعمل ان كوميتي دو ريكروتمون تي باش تنحي عليك برشا مشاكل، حتى الجمهور مش باش يلوم عليك انت، باش يلوم على كوميتي كوميتي دو ريكروتمون تي اي تو بريبار لي جون. اليوم ما عادش فما حد شيء هذا معمول به في الجمعيات الكبار، يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه خويا سيف. سي لو بروبليم لو بروبليم الناس اللي تبكي عليه موجوده الفلوس. اليوم الترجي الرياضي التونسي نقولها اون ديريكت راهي باش تتعدى بار دي مومون تري تري ديفيسيل بوندون ان او دو زون، نقولها من تو وتو تتفكرني. اسم المنجي ما تنساش اللي ترجي تقريبا يخدم الحمد المد بنفس الطريقه تو عنده سنين. ترجي ناجح هذا تقريبا في الفتره نتاع حمد المد بثلاثه تشامبيونز ليغ. ها باش نقول لك حاجه تبدل تو معناها مش خاطر انت ما عادش ماشي نقولوا لازم كل شيء يتبدل. شكون اللي كان سامحني البليلي الهوني البدري أي. انا البدري اي هذا انتدابات معناتها جابتهم ترجي نجحت فيهم اي نحكي. ما نحكيوش على انتدابات تاع تو، نحكيو على قبل كان فريق انستابيليتي اي ما تبدل شيء نفس تعبير موجودين لا تبدلوا سامحني. البدري تعرف اش كان عندك، وانا قلتها وقت رجع البدري قلت لهم الترجي تعرف اش كان عندها والترجي ما تعرفش شنو اللي باش يجيها. البدري علاش خد مشى للسعوديه الاتحاد السعودي 14 ماتش في ال 50 دقيقه لعب اوكي. وحاجه اخرى من شهر اكتوبر لشهر جانفي ما عندوش فريق، تنتدبوا الترجي في شهر مارس وشفنا البدري ماهوش البدري. والهوني الهوني عنده دي بروبليم ان بروبليم بيرسونيل الهوني خاطر ملاعب يغول انتر بارانتيز محمد سولا نتاع نادي سفيرسي كيف كيف تيراز عالي عالي ما نحكيلكش تي فوار اليوم تشوف بتاتر لوي كيف لا ديفيرونس. المشكله الكبيره اللي تحكي عليها مذوه كان ان جروب اوموجين، اليوم يا بلو دو ستابيليتي. ستابيليتي هذه ما عادش موجوده حتى او نيفو ديفونسيف. انا جيتي كونتر لاريفي دو فاروق بن مصطفى، لان فاروق بن مصطفى كي تبدا عندك بن شريفيه تحب ولا تكره تي فاكري ان بروبليم دون لو فيستيير. وشفنا علي جمل كيفاش غادر. علي جمل كان ويعرفوا سيف ان غارسون اكسيبسيونيل اي لاكسيبت لا بوزيسيون تاعو كرامبلاسون دو معز بن شريفيه. اليوم عملت مشكله روحك في الفيستيير دونك سا سو ريبيركوت في التيران. واليوم جوارات اللي جاي اللي انتدبتهم الترجي اليوم ما همش جوارات اللي كانوا موجودين في الشامبيونز ليج اللي تحكي فيها. انا وقتها سامعني وقت اللي عطيت الريزولتا وقت خسر 3-1 في الفينال عليه ما نعرفش ضد شكون الترجي، جيتي لو سول كي افي دوني ان ريزولتا دو 3-0 أهلي. علاش؟ الاهلي علاش؟ لان ثم اشياء لعبوا مش يمكن حتى التيوري دو ماتش ما كانتش موجوده. اما ثم اون موتيفاسيون فيستيير وكان شاف وتبارك الله سيف يعرف كان منور بورتون لو بورتون سي لو ترافاي دو لومبر عمرنا مراو به اي كيسكو سي امبورتون. اليوم ما عادش عندك ليليني بالكل اونتر ليليني يا بلو ريان. اليوم الترجي الرياضي التونسي تستعمل فك الوليد المسكيني ني با مال كلاتيرال دروا ويقعد بستة شهور ما يلعبش وينو فادي بنشوك. حقني انا دول مومون ديفيسيل نستعمل فادي بنشوك ملاعبي مش دوني. وينو فاروق الميموني تجيب له بالغيث بن غيث وبارابور على ميموني نيتي با بلو فور كو ميموني وينو بالريمه فاضل. اليوم الناس الجوالات هذوما سامحني خويا سلام وخويا فاضل وخويا خويا سيف اليوم راهو مصلحه الترجي ما عندي حتى شيء. اليوم مصلحه الفرق نتاعنا السي اس اس اللي تي دون لوبليغاسيون مي سي اس اس اليوم بارابور على الترجي لا اون ايدونتيتي دو جو تشوفوها اون ديريكت فيش علم اللي يظن. سؤالك سلام سامحني سؤالك ذكري على حكايه اي ولا لا تاكون هكا ولا كيفاش لا اي ولا انا نقطه الاستفهام الوحيده عندي في الماتش مستير هو علاش ما عاونناش على بريمه كمهاجم صريح صح عليه مهاجم عنده تو 3 ولا 4 سنين في الترجي التونسي لاعب منتخب اوسط قاعد يقدم في مباريات ممتازه مع المنتخب شفت نشوفوا احنا اللاج نتاع الجوار الاخرين في الاوروب
18 19 20. خويا سيف سامحني 16 يلعب في دورتموند ماتش صحيح صحيح سي موجي علاش مش بالريمه كان موجود في ماتش مستير اتاكون عنده 3 سنين في السينيور تاو صحيح كان الخميس تضرب يلعبوا بارفوا كان تضرب بسيط ما يلعبش كان تضرب حتى جي ديما الملاعب هذاك بالريمه مش موجود ديما في التشكيله بوركو با علاش خليه السينيور مال مش يعطيه سامحني يا سيف هذه المشكله اللي تحكي فيها لي تري امبورطون خاصه في الفوتبول في تونس هي لوداسيتي الجرأه نتاع ستاف تكنيك انه يجي يدخل ملاعبي صغير ثم ملاعبي راه مغول على جد دو 18 ans ديجا حتى الفيزيك نتاعو معناها كمل ديفلوبمون فيزيك هو ذا اللي كان فوزي بنزرتي داز الصغار في تونس افكتيفمون احنا نتذكر عام 95 وقت اللي جا فوزي بنزرتي هو اللي طلع حاتم طرابلسي وهو اللي بدل له البوسطه نتاعو من 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 ريلي رجع على الدروا هذه كانوا دافيتي اللي تخليك تنجم تصنع ملاعب 17 ans 18 ans امين التيفي وكي مشى للاسبيرونس ولعب في الاسبيرونس لعبوه عمره 17 سنه علي الزيتوني علي الزيتوني برشا ملاعبيه معناها خليه يعطيه شانس نتاعو بريما عنده 3-4 سنين سينيور لازمك عامله لين تخليه مع الجروب يقعد مع الملاعبيه الكبار يستانس شويه شويه اكسبيريونس فازي بوركوا با وسيف خويا اسلام سامحني خويا سيف قطعت على الكلام اللي فاتك اغرب تخلي الجوار هذا 3 شهور 4 شهور ما يلعبش علاش ومن بعد كي تلعبوا تحبوا رجل المطافي هو الدنيا شعلت لازم يطفيها انت جوار دو طون زون طون تعرف كيفاش تدخله في دورتموند لعب جوار مركز زبونتو مانشستر يونايتد جوار عمره 17 سنه مركز زبونتو قعد رومبلاسون ثلاثه ماتشات ومن بعد عاودوا لعبوه برا شوف انسو فاتي في برشلونه اليوم خذا نمرو 10 نتاع ميسي اليوم احنا قاعدين ثم ناس يقول لك قاعدين نكونوا في ملاعبيه قاعدين تحطموا في الناس تحطموا في الملاعبيه ماكمش قاعدين تكونوا فيهم اليوم لان اليوم وقلت انا مره يلا يا دو تروازون قلت له مره كي نشوف انا في حومتي قداش من ولايه صغير ما عندهمش لا يمشيوا لا يقراوا ولا حتى شيء قلت يا 100 ميل انفون باراني اليوم يغادروا المكتب او طلع 102000 اليوم يلزمك تلقى حاجه وتلقى ان سوليوشن افيك سبور ايتود ويترن يقرا الصباح ويترن العشيه اذا كان ما يقراش الصباح ما بالكدا ما يترناش العشيه وتفكرني بليدات انا بور تو بروبليم ان سوليوشن اليوم قاعدين نهمشوا في كورتنا قاعدين نهمشوا في اولادنا اللي انا ما فماش الشخص المناسب في المكان المناسب باي فاضل التاريخين حتى حكينا شويه قبل هيك ليسبيرونس تفوق على السي اس اس سواء مقابلات المواجهات المباشره والا حتى في السوبر السي اس اس مع كل اللي عندها العقده نتاع ماتش السوبر ما هزتش حتى تيتر نجم نشوفه اليوم يعطي عنده محل من الاعراب العامل هذا معناه ينجم يكون مؤثر بون اذا كانت تقول لي ثم عقده نتاع الترجي مثلا اذا كان نمشي بيك الفينال نتاع كاس تونس بالعكس النادي الرياضي الصفاقسي تقابلت هي والترجي ثلاثه مناسبات كان النادي الرياضي الصفاقسي هز التيتر مرتين والترجي هزت مره 2004 النادي الرياضي الصفاقسي و71 وعام 98 كان الترجي هو اللي هز التيتر دونك لهنا في الفينال شوف زوج جمعيات كبار كما قلت لك انا معناها في الديبيو تاع ليميسيون اسلام راهي لي ديتاي هما اللي باش يبدلوا معناها النتيجه نتاع المباراه فهمت دونك كما نذكروا يمكن فينال 2004 ما نعرفش انت سيف موجود انت وقت معناها نادي الرياضي الصفاقسي وقتاش ماركه في معناها في الاكسترا تايم معناها البيريود الاولى لا البوتو الاول هيك الجمانديه ضربت في الديفونسور نتاع الترجي معناها ديتاي صغير بدل لك الماتش اسلام دونك هنا ما فماش انا خاصه في ماتشات الكوب هذوما الماتش معناها مش ما فيهش نفس نتاع البطوله انا معناها ثم هذاك اش يقول لك هذا معناها مقابله كاس الشارم نتاعها خاطر تنجم تو مثلا اذا كانت تفرجوا احنا مانشستر يونايتد اللي اي تي اليميني في بلادها في الكوب في الانجلتير شو اسمه ايفرتون طيحتها كوينز بارك رينجر في معناها في الديفيزيون 2 والاخرى الديفيزيون ا ايفرتون معناها ثم الجمعيات الكبار في الانجلتير كما قلت لك انا في ناد اسلام مو سهل اليوم لا على الترجي اللي تمر بظروف خايبه برشا ولا على نادي الرياضي الصفاقسي نادي الرياضي الصفاقسي اليوم معناه ان بلو لو دروا باش يراتي فينال سوبر كوب خاطر هذا التيتر الوحيد في تونس اللي ينقص الخزينه نتاعو وكيف كيف الترجي كما قال سيف معناه ما عندوش الحق باش يخسر الفينال الثاني سيكسيسيفمون في نفس الاسبوع اذا كان خسر الترجي مشكله كبيره وكيف كيف النادي الصفاقسي باش نعطي تشكيله المحتمله للترجي في الماتش هذا معز بن شريفيه خليل شمام بلال شبار عبد القادر بدران ثلاثي في محور الدفاع باش يكونوا بن حميده على اليسار ايضا باش يكون موجود رشيد العرفاوي باش يكون هو على الجهه اليمين موجود ايضا غلان الشعليلي محمد علي برمضان منتصر التريكي ايولا وكذلك بيرسيوس بوا الملاحظ في التشكيله باش اسالك انت سيف خاصه ثلاثه في محور الدفاع شنو رايك في الحكايه هذه شنو رايك كيف
رشاد العرفاوي على الجهه اليمين. واهم الملاحظات ايضا ثلاثه من لاعبيه اول مره باش يكونوا موجودين، نحكي على منتصر التريكي كيف كيف ايولا وبلال شبار اول مره اساسيين، هل عنده تاثير في مقابل الحجم هذا؟ ثلاثه نقاط ما بين جاوبين عليهم. النقطه الاولى التشكيل الشيما التكتيك ثلاثي في محور الدفاع 3-5-2. انا عندي برسك شهر من شهر ونص اللي بدا راضي جعايدي اللي بدا حتى اللي ماتش اميكو، مشيت كنت موجود مع حاضر في البارك في ماتش سليمان ماتش الاميكال، كان حق معناه الشيما التكتيك هو 3-5-2 برائد الفادع على اليمين وشتي ولا بن حميده على اليسار، فهمت؟ البارتيت الكل بريسك اللي ماتش اميكو الكل لعبهم ب 3-5-2. كنت متفاجئ على الحق معناه في ماتش مستير، كنت متفاجئ كنت متفاجئ معاك مسير السيف في النقطه هذه. فقدت هو حتى التشكيله المحتمله اعطيناها قبل الماتش فيها ثلاثه في المحور، يبدو ان اصابه يعقوب اخر لحظه خلته يبدل خاصه مع اصابه الفادع في ماتش مستير، في الماتش اللي فات على يعقوب خلته يبدل يعقوبي. لا يعقوبي نجم علاش اليوم يعقوبي تضرب في اللي شاف موعد اي علاش لقى اليوم التشكيله اخرى؟ انا قلت لك ما عندوش يعقوبي وقتها وتو اليوم عنده لاعب، اليوم عنده يعقوب تضرب يعقوب اخر لحظه، عنده بدران وكان عنده شمام وعنده شبار هكا ولا كان نجم يلعب في راسه يمكن خاف من شبار. فوالا ها تو فوالا كما كنا نحكيو سي ابراهيم معناها فوالا لازم نلعبوا لي جون نتاعنا 3-5-2. تفرجت انا فيه الماتش حق معناها شيما جديده الاسبيرونس ما كناش نلعبوا بها في تونس بريسك ثم جمعيه ولا اثنين تلعب في الشيما هذا 3-5-2 صعيبه برشا سي فري، لازم عندك ليكسونتري يمين ويسار لازم يخدموا خدمه كبيره سورتو في ملو تيران وفي ريبلي ديفونسيف معناها برشا خدمه فيها. هنا نصور تشكيله ما فماش دي سوربريز ابار معز بن شريفيه فاروق بن مصطفى لاعب منتخب لاعب تيتولير في المنتخب فاروق بن مصطفى. انت رايك بن مصطفى اجدر؟ لا هما لزوز صحيح النيفو لزوز متقاربين، لكن كي نشوفوا المورال ونشوفوا الملاعبي اللي يشد في الكيب ناسيونال والبريمي جاردان في الكيب ناسيونال لازم يكون هو البريمي في الترجي ولا في حتى جمعيه اخرى. معناها تصور انه دوزيام جاردان اللي هو في بن سعيد في مستير ما نصورش كان يمشي المستير يشد دوزيام جاردان هكا ولا سي مونجي معناها هذا اللي الحاجه الوحيده ابار سا معناها نفس الجروب باش يلعب بريسك ما فماش برشا اختيار العرفاوي على الجهه اليمين باش يكون صوت فيديو ما عندوش سؤال مسكين كما قلنا ما ينجمش مسكين خاطر عنده 4 سنين مسكين كل ما يلعب في بلاصته كل ما يلعب في البوست نتاعه ويلقى روحه، لكن كل ما لقاته الاسبيرونس في البوست هذيك كوم ريال دروا يعدي ماتشوه وينجم النيفو نتاعه ينجم يخرج ماتشوه كما نقولوا. ابار سا لي زيترونجي جدد اليوم نجمو نعرفوا اليوم نجمو نشوفوا اسكو نجم يعطيونا من الماتش الاول ولا نقعدوا نستناو ونشجعوا كي العاد. منتصر تريكي وشبان شبان معاهم كيف شبان انا نحب انا مع شبان وانا نحب ميم حتى تقول لي سيتياسيون وترجي وتيتر وكذا ما يسالش نخسر تيتر وانا نربح زوز ثلاثه من لاعبيه ما يسالش انا كان حبيت يكون معاهم سامحني سيمونجي سامحني سيف توا جاني مساج حتى من عند عصام مرداسي قال لك في الكوره في تونس فسدت برشا معناها توا قاعد يحكي معايا قال لك مش حتى الملاعبيه اللي يتحطموا دي زونترونور قاعدين يتحطموا توا لينا في تونس زونترونور يعمل بريباراسيون على ماتشات وديه معناها يتنحى وشفناه في اكثر من جمعيه معناها ماهيش اكسبسيون في اربع جمعيات ولا اربع جمعيات معناها لونترونور يتنحى في فاز بريباراسيون ومعناها يجي معناها المسؤول يتحكم في لونترونور كيما يحب هو يمشيه كي الخاتم في صبعه يا ما يرضاش عليه وينحي فما بالك الملاعبيه اللي يجوا. هنا سامحني المسؤول مش مسؤول عندي انا معناها انت تو تجيب لونترونور وتعطيه الثقه نتاعك وتقول له شنو نعمل بريباراسيون في الميكرو سايب شنو نعمل تجيب لونترونور كيما عصام اكزومبل يجي ياخذ بريباراسيون يحضر خدمته يجيب ملاعبيته يلعب ماتش اميكال الاول ماتش اميكال الثاني يخرج. اسكو المسؤول هذا راضي على روحه هو؟ معناها برشا فما برشا ديجا حتى رجيجي اذا كان حكينا احنا خذينا الاكزومبل نتاع عصام معناها عملت بريباراسيون مزيانه تعمل كيف؟ مقابلات الوديه تقريبا فاز في 9 ولا معناها 15 مباراه فاز في 9 يمكن قال لي خاسر مع 3 جمعيات والجمعيات هذوما اللي خسر معاهم في الكلاسمون خير منه وحتى النادي راهي صفاقس يلعب لها صفاقس وربحها واحد بلاش لازم نعرفوا بريباراسيون هذه فين خساره فين ربح فين نول فين اللي جون تلعبوهم فما لي شيما تكتيك نحب نبدا نحكيو على المونتاليتي نتاع الكره في تونس شفت لوداسيتي نتاع لي جون جوار هذيا ما عندناش تو انت كان تشوف برشلونه تو جافي الوليد بالدي لاريير جوش جافي اللي في الوسط معناها عندهم لاعبيه هذوما تو تيتولار في البريمير ايكيب الثلاثه ولا الاربعه ملاعبيه معاهم بيدري تحت 18 سنه 18 فما اقل في تونس احنا كان تلقى ملاعبي واحد في ايكيب
تحت 18 ولا حتى 18 سنه سي ديجا ان اكسبلور. صحيح باهي نرجع نحكيو على السيد. عندك تعليق على التشكيله نتاع الترجي سي المنجي؟ لا لا تشكيله الترجي الملاعبيه اللي موجودين هاني قلت لك راه المشكله الترجي الريدي التونسي اللي ملاعبيه اللي باش يكونوا موجودين ما عندهمش فريمون الامكانيات باش يكونوا موجودين في الترجي الريدي التونسي وبرشا ملاعبيه مظلومين اللي انا كما قال مسكيني بريما ميموني فاروق الميموني دونك ديما ندافع عليه بربي. جوست كلمه على عصام المرداسي قدوه سي كلكان كي لي سي اون ايماج في سويسرا في يونغ بويز اكسبسيونيل. اليوم نستعملوا في الناس ما تعرفش اللي الساكريفيس اللي قاعدين يعملوا فيه المدربين نتاعنا. اذا كان مسؤول اليوم يقرر العمل نتاع المدرب خاطر ما نجمش يطرد 11 لاعب. واذا كان انت اليوم تخليني في الانتدابات انا نعمل انتدابات نجم تحاسبني. اليوم عصام المرداسي ونعرفوا كساسوا تو لي زونترونور اللي في تونس اليوم اون دوا انتردير لي زونترونور اترانجي عندنا الكفاءات. اليوم قاعدين نستعملوا في المدرب التونسي كرجل مطافي. اليوم المشكله وان بلوس نقطه القوه نتاع المدربين كيما عصام وكيما لان عندهم قوه الشخصيه وهذوما عندهم كارير كبيره برشا مش نيمبورت كي يجي باش يعطي وجهه نظره. وعصام مفتوح باش يسمع وجهه نظر لكن بعد القرار النهائي عند عصام اللي انا نعرف الكفاءه نتاع عصام. وبربي حاجه مهمه برشا راهو الشيء اللي قاعد صاير مع المدربين التوانسه مع عائلاتهم يعلم بهم ربي يغادر عائلته يمشي راني في الرجيش ولا في 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 مدنين ولا يخلي اولاده ويخلي بنقردان ويخلي اولاده واحد وكل شيء اوموا اعطيه لي زانغريديون نيسيسير باش ينجح ومن به. لان نشوف انا حتى مع انيس بوجلبان شنو اللي عملوا معاه في النادي الفارسي دونك سي لو ميم كا تريز اتونسيون. اولادنا راهو عندنا كفاءات خير من المدربين اللي قاعدين يدربوا البرا. تحيه لعصام. بل سامحني يا اسلام اذا كان بسرعه ثم مدربين في مجلس جبت المعناها الحكايه هذه ثم مدربين جاو لتونس حطموا ايكيبات. نذكر نادي راضي الصفاقسي حطمها فيليب تروسيا 2014 قبل ماتش فيتا كلوب حبينا نوخروا وخرنا معناها مشكورين مسؤولين تاع النادي الافريقي الماتش كونتر كلوب افريكا قبل جوز 4 جور من ديبلاسمون الكونغو باش تلعب كونتر فيتا كلوب دومي فينال تشامبيونز ليغ. نادي الافريقي قالت مرحبا نوخروا. فيليب تروسيه اسمع المسؤولين وخروا الماتش هذا لا قال نلعب الماتش وكبش. وفي الماتش هذاك شنو اللي صار؟ تضرب طه ياسين الخنيسي لو سول اتاكون وقتها هو ودريس وتضرب محمود بن صالح وما عندناش وقتها في السماح. خويا اسلام والله لا برمحمود باش تحكوا على السياسه. فيليب تروسيه في الكونفرنس دو بريس انا نطردوا وقت اللي قال جو سوي لا بور دوني اون ايدونتيتي او كلوب سبورتيف ساكسيان انا وقتها في الكونفرنس دو بريس قلت له فو ديفي ديجاجي مسيو. فاصل قصير بعد شويه نرجعوا نحكيو عن ديس فيكسي.